السلام عليكم الاخوان، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ يعني متاحين معكم قناه الدكتور زيد زكريا، كتحاوتي معنا تقاتل من جديد، سواء كنتي عارفه او لا معرفوش، كان سهل او صعيب، المهم كتعاون فائده. بالنسبه للموضوع ديالنا الاخوان، كما كتشوفوا لتحت، طريقه يعني صناعه لاقط هوائي باش يمكن لك تشد يعني قنوات الارضيه يعني المغربيه، خصوصا المغربيه، يعني هذا كيسري على جميع القنوات الارضيه اللي كاينين، سواء ديال الشقيقه الجزائر او تونس او ليبيا او مصر او يعني القنوات اللي هي ارضيه ديال ديك الدوله، يعني اللي كيلزمها غير اونتين يعني لاقط هوائي. ولكن قبل من هذا الاخوان، كنتمنى منكم تدعمونا بالاشتراك. خو العزيز اختي العزيزه، شاد فيديو والله ما تخسر حاجه، يعني فقط اشترك في القناه وفعل الجرس والكومونتير سواء سلبي او ايجابي، ان شاء الله بتعم فائده. المهم الاخوان، باش ما نطولش عليكم، بالنسبه يعني المكونات هي سهله او ارخص، يعني كنحتاجوا فقط كابلي بحال هذا، كما كتشوفوا كابلي عادي الاخوان، كابل عادي ديال لونطين. غادي نحتاجوا فيش، هذا كما كتشوفوا يعني فيش فيه طاجه هو عادي. غادي نحتاجوا الاخوان هذا كذلك مثال فيه شو ديال اونطين، يعني يستحسن اي حاجه كانت ديال الحديد ديروها، احسن اي حاجه كانت ديال الحديد ديروها. كاين هذا فيشه ديال البلاستيك، هما كيضعفوا الاشاره شويه، وكاين ديال هذا ديال الحديد كيكون جاهدين شويه. المهم الطريقه الاخوان كما كتشوفوا فيها هذا الشيء، وغنحتاجوا كما قلت لكم سكوتش باش انا نلصقوا، وغنحتاجوا حديده كما كانت كما كتشوفوا هذه، حيت غير من التلفازه، التلفازه يعني لاكاس، تلفازه قديمه او حديده تكون هكا احسن، تكون نقيه، تكون لها سودو يعني تكون لها عفوا تكون مصديه على والو، تكون نقيه احسن بالشد، كانت الومنيوم احسن، ولكن هذه حتى هي ان شاء الله غنجربوها غادي تكون خير ان شاء الله. قلت ما زدتي حديده مثلا، تقدر تكروشيها معها دير تي او تي وحده اخرى، يعني كيعطي فورس مزيان. الطريقه الاخوان سهله، واول شيء غادي نركبوا هذا فيش ديال لونطين هو هذا، يعني نديروا ليه طريقه سهله، يعني غادي نصوبوا هذا نقطعوه هكذا، غادي نديروا ديليديو بسميتو بالموس هكذا، هكذا بحال موكا. شوفوا الطريقه الاخوان كتكون سهله، غير تبعوا معايا ان شاء الله وغتنجح، يعني خليوه بحال موكا، عادوا نديليديو اخر حتى هو بحال موكا. هذه الطريقه كما كتشوفوا غيبقى بحال موكا، هذا هنا غنركبوا الاخوان الفيش بحال موك هكذا، يعني هنا هاد لاماس متكونش متوشي مع هذا، يعني سواء في البارابور او لا في الين بيضا خاصو يكون ضقتو منه شويه بحال موكا. هنا الاخوان نركبو ديال البارابور، ها هو هذاك ديال لونطين كما كتشوفوا، ها هو هكذا، يعني كما كتشوفوا طريقة هكذا الاخوان. غندير واحد شوت سكوتش كما كتشوفوا، يعني غير باش يتابس، يعني تقدر دير سكوتش من جهه اخرى كامل، ولكن الاحسن ها هو كما كتشوفوا الطريقه. دابا الاخوان الطريقه اللي اهم هو في الجهه الاخرى، يعني جهه اخرى عاديه بحال ما، ولكن الجهه هنا الاخوان ما غاديش نديرو، غادي نفرقوا الشبكه كما على بلاصتها بحال ما كما كتشوفوا، خليوه بحال ما هكا. هنا الاخوان غنديروا سكوتش لهنايا باش بهذا ما يتوشاش لينا معاه بحال ما هكا كما كتشوفوا، يعني هكذا. هنا الاخوان الطريقه كما قلت لكم غادي نلصقوا مع هذا هنايا، انا حديده انا اختاريت هذه نقيه، يعني كنحاول نوريكم الطريقه بلا شيء، كما يقول غتصوب شي حاجه لونطين ان شاء الله غادي يخدم، ولكن يكون رخيص كما كتشوفوا. ها هي غير حديده عاديه ديال التلفاز كما كتشوفوا، هنا ما متوشيش معها، هنا الجهه الاخرى كاين هذا كما كتشوفوا، شفنا الاخوان هذا الشيء داير كاين. دابا غنجربوا في التلفاز ان شاء الله، وغادي نشوفوا النتيجه ان شاء الله، ونتمنوا الخير ان شاء الله. يعني الاخوان غادي نركبوا هاد فيش ديال لونطين، ها هو عايش التلفاز عادي كما كتشوفوا،
اسمح لي انا نعطيك التلفاز العادي راه كاين بلاصتو لان ركبنا بهذه الطريقه. دابا الاخوان غادي نشوفوا ها هو لونطين هو هذا ها هو الخيط غادي التلفاز ها هو التلفاز غادي نشوفوا الناس ها تما الاخوان هاي شغاله 100% يعني رغم اننا كما كتلاحظوا الاخوان هانت يعني شغاله هانت يعني 100% اخوان خدامه. المهم الاخوان كنتمنىكم تدعمونا بالاشتراك وما تبخلوش عندنا كان شيء جديد ان شاء الله غادي نوفيكم به. والسلام عليكم، حلقه جديده اخرى ان شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.